مرحبا، سنتعرف في هذا الشريط المصور إلى 5 صفات لتفكير نقدي استثنائي وناجح. نشرح في حياتنا اليوم ما نراه بمبررات منطقية. في مشاريع الأعمال يتم حل المشكلة حين نعلم ما هي أسبابها من خلال جمع معلومات كافية لإثباتها. ولإتقان هذه الطريقة بالتفكير نحتاج إلى الوقت والجهد، وعلينا التحلي ببعض الصفات لكي نصبح مفكرين ممتازين. ندرج لكم 5 صفات للمفكر النقدي الاستثنائي. يعتمد المفكرون الممتازون على التفكير المعتدل، ويتقبلون رؤى الآخرين، ولديهم ما يكفي من المهارات من أجل القدرة على الفهم الكافي في فحص وتشخيص المشكل من جميع جهاته. الابتعاد عن شخصنة الأحكام هي صفة من صفات المفكرين ذوي المعايير الراقية، معتمدين بذلك على الوقائع أكثر منها على الآراء والمشاعر. يأخذ هؤلاء المفكرون قرارات صحيحة وبناء. عدم تصديق المفكرين الناقدين أن كل ما لديهم صحيح، وباضطراد يتأكدون من مصداقية مصادرهم، ويكونون بذلك أقل وقوعاً في الخطأ. كونهم واعين لأنفسهم وعقلانيين يستوفون نوعين من مواصفات المفكر الناجح الذي يعرف مكامن قوته وضعفه، ويحاول أن يقارب بينهما بحكمة مصدقاً العقل والمنطق. باستطاعة المفكر النقدي حل المشاكل بطريقة صحية وفعالة. إيمان المفكرين الممتازين أن الكفاءة العالية هي المفتاح للعمل الواعد، ويؤمنون أنه من الأفضل أن يكونوا أذكى على العمل دون أن يكونوا مرهقين. مثلاً اكتشاف طرق مختصرة حين يكون عامل الوقت هو الأهم في أي مشروع. ننصح باتباع المواصفات المذكورة أعلاه في الوصول إلى تقدير النفس، وإلى أن نكون من المميزين ومن المفكرين الناقدين الموهوبين الذين يحلمون ويتمنون كل عمل أن يحظى بهم.